نعم، كما كل يوم، كما اعتدنا مؤخرا أن يكون هناك توتر بعد منتصف الليل وفجرا، المدفعية الإسرائيلية استهدفت محيط الوزاني بالقذائف المدفعية بعد منتصف الليل، وأيضا حزب الله قام بعملية استهدف فيها التجمع للجنود الإسرائيليين في محيط موقع الرامية في القطاع الأوسط. وصباحا استهدفت المدفعية الإسرائيلية والرشاشات الثقيلة الإسرائيلية رامية وعيت الشعب، بلدتي رامية وعيت الشعب في القطاع الأوسط، بالإضافة إلى غارة نفذها الطيران الإسرائيلي على عيت الشعب في وسط بلدة عيت الشعب، ولكن لم تسفر عن وقوع إصابات، إنما حصلت أو نتج عنها التضرر بالممتلكات نتيجة هذه الغارة الكبيرة. أيضا حزب الله نعى 2 من عناصره اللذين سقطا أمس في بلدة ميس الجبل بالغارة التي استهدفت أحد المنازل في بلدة ميس الجبل. بالطبع هذا اليوم هو امتداد لما حصل بالأمس، غارات عنيفة. يوم أمس كان شهد توتر كبير وغارات كثيرة، أكثر من 14 اعتداء إسرائيليا توزعت ما بين القطاعات الغربي الأوسط والشرقي، ما بين الغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي والمسيرات وأيضا القذائف المدفعية التي استهدفت هذه البلدات 14، وكان أبرزها الغارة التي حصلت هنا في القطاع الشرقي عند بلدة مرج عيون، والتي تستهدف للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر أو منذ 8 أكتوبر مع بدء هذا التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية. في هذه الغارة قتل 3 عناصر من حركة أمل نعتهم الحركة، ومن بينهم عنصر من الدفاع المدني أيضا نعاه الدفاع المدني، بالإضافة إلى جرح آخر عنصر آخر. ولكن هذه الغارة سببت نوع من الخوف لدى سكان منطقة مرج عيون، خاصة وأن مرج عيون يتواجد فيها عدد لا بأس به من السكان، بعكس القرى على الشريط الحدودي التي باتت شبه خالية من السكان. نعم ليلى، هل التوتر بسبب ما حدث لقنصلية إيران في دمشق من قصف من قبل إسرائيل، هل غير من أي قواعد الاشتباك أو من ما يحدث بشكل يومي ما بين حزب الله وإسرائيل؟ لم نشهد أي تغير ملموس، خاصة بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق، ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك تأهب من كلا الجانبين. ولكن الأمين العام لحزب الله بالأمس قال بأنه الرد الإيراني آت لا محالة، وبأنه هذا الاستهداف شكل مفصلا منذ 7 أكتوبر، ولكن هم ليسوا معنيين، أي حزب الله ليس معنيا بالسؤال كيف ومتى وأين سيكون الرد، أي أنه الرد لن يكون عبر حزب الله إنما عبر إيران، أي أنه هذه الجبهة أو غيرها من المناطق اللبنانية لن ينطلق منها الرد على إسرائيل، إنما إيران المعنية بالرد على إسرائيل بعد هذه الغارة التي حصلت على القنصلية الإيرانية.